السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعي قناة ظروف التقنية المعلومية، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم والتواصل معكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة، والتي سأحاول أن أتقاسم فيها معكم طريقة صحيحة للبحث عن المواضيع والكلمات الدلالية في حاسوبكم الشخصي أو كمبيوتركم الشخصي، سواء كان محمولا أو ثابتا. إذن الآن سنتجه مباشرة لأحد الملفات الموجودة لأعطي مثالا على ما أريد أن أحدثكم عنه. الآن في هذا الملف توجد وثيقة بصيغة RTF، توجد وثيقة بصيغة Text Document Text، بصيغة Excel، بصيغة Word، وبصيغة PDF. إذن مجموعة من صيغ الوثائق التي توجد عادة على جهاز الكمبيوتر. تلاحظون أن هنا هذا الملف وهذه الوثيقة PDF الاسم هو الحياة المدرسية، بينما باقي أنواع الوثائق الأخرى أسماؤها ليست الحياة المدرسية. أنا أريد أن أقوم ببحث حول الحياة المدرسية، أريد كل ما يتوفر لدي في جهاز الكمبيوتر يتحدث عن الحياة المدرسية، أريد أن أجمعه في ملف واحد وأبدأ في إنجاز هذا البحث. طبعا المراجع، أتحدث عن المراجع الموجودة على جهاز الكمبيوتر. سأتجه إلى خانة البحث في نظام الويندوز بهذا الملف وأكتب الحياة المدرسية. طبعا هذه هي الصيغة أو الطريقة الصحيحة التي نبحث بها عن أي شيء داخل جهاز الكمبيوتر أو ملفات الكمبيوتر. لاحظتم عندما كتبت هنا الحياة المدرسية أعطاني فقط الوثيقتين أو الملف زائد الوثيقة اللتان المعنونتان بكلمة الحياة المدرسية، بينما باقي الوثائق إذا أزلت هذا الخيار باقي هذه الوثائق كلها تحتوي على كلمة الحياة المدرسية، لكنه لم يستطع أن يعطيني هذه الوثائق، ذلك لأن نظام الويندوز غير مهيئ لكي ينفذ إلى داخل هذه الوثائق ويستخرج لي حيثما توجد كلمة الحياة المدرسية. هذا هو مضمون هذه الحلقة التي أريد أن أتقاسمها معكم، لجعل نظام الويندوز يقوم بالنفاذ إلى هذه الوثائق رغم أن اسمها مختلف عن الحياة المدرسية ومضمونها به كلمة الحياة المدرسية. سأقوم بإقفال هذا الملف، نتجه لفتح نافذة جديدة من سأورديناتور، إذن نقوم بتكبيرها. الآن تجي إلى هذا المكان في هذا المثلث، ثم نذهب إلى بانو دو كونفيغوراسيون، نقوم بتغيير الصيغة من كاتيجوري، نختار جروند ايكون، تجي مباشرة إلى اوبسيون دو لكسبلوراتور دو فيشيي، ثم ريشيرش، ثم تجدون أن هذا الخيار الثاني والثالث غير مفعل، خاصة الخيار الثالث. لاحظوا ريشيرشي لي نون دو فيشيي اي لور كونتوني بو بروندر بليزيور مينوت، بمعنى سيمكنك تفعيل هذا الخيار من النفاذ إلى أي نوع من الوثائق إلى داخل محتوى هذه الوثيقة، إذا ستعطيه صلاحية الدخول إلى هذه المضامين، ثم هذه، ثم نضغط أبليكي، ثم أوك. جيد، الحركة الثانية التي سنقوم بها هي الذهاب إلى أوبسيون داندكساسيون، بمعنى الأرشفة. إذا الآن نتجه إلى أفونسي، ثم مباشرة إلى تيب دو فيشيي، ثم نقوم بتعليم على هذا الخيار الثاني أندكسي لي بروبريتي إي لو كونتوني دو فيشيي، إذا تعطيه صلاحية أرشفة محتويات الوثائق وليس الوثائق بأسمائها وإنما حتى مضامينها الداخلية. إن نضغط هنا ثم نضغط أوكي. طبعا سيحتاج الأمر كما تلاحظون إذا إعادة أرشفة محتويات جهاز الكمبيوتر. أنا أقرأ هذا المساج أو هذه الرسالة باللغة العربية، إعادة أرشفة محتويات جهاز الكمبيوتر بحيث نرشف حتى مضامين الوثائق وليس عناوينها يحتاج إلى بعض الوقت، إذا نضغط أوكي فتبدأ عملية الأرشفة. إذا لأنني قمت بهذه العملية قبل بدء تصوير هذه الحلقة وصلت الآن إلى 2896 وثيقة تمت أرشفتها، والآن سيعيد أرشفة هذه الوثائق الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي بحيث يؤرشف حتى مضامين الوثائق. طبعا العملية ستأخذ وقتا طويلا، لكن بالنسبة لي مجرد بدء عملية الأرشفة لأنني سبق أن قمت بها فلن أحتاج إلى انتظار انتهاء العملية، أنتم فقط انتظروا
انتهاء العملي، بمعنى هذا العداد المستمر في الصعود عندما يتوقف عن التغير أو عن الصعود وعن زيادة الرقم، هناك تعلمون أنه أنهى عملية أرشفة الوثائق من جديد، نضغط فيرمي. الآن سأغلق هذه النافذة. إذا الآن سنعود إلى نفس الملف الذي كنا نشتغل عليه في البداية، هذا هو الملف. لاحظوا عندما في السابق قبل إحداث تلك التغييرات، عندما ذهبنا إلى مستطيل البحث هنا وكتبنا الحياة المدرسية، أعطانا فقط هذه الوثيقة وهذا الملف لأن عنوانيهما هو الحياة المدرسية. الآن حينما سنكتبها سيعطينا جميع هذه الوثائق، لأن محتويات هذه الوثائق الأخرى كذلك توجد بها كلمة حياة مدرسية. إذا نجرب ونرى. إذا ننتظر البحث، عملية البحث قائمة الآن. إذا لاحظتم معي الآن سأقوم بتغييرها إلى هذه السيارة، لاحظتم جميع الوثائق التي بمحتواها كلمة الحياة المدرسية تم التعليم عليها في كنتيجة لهذا البحث الذي قمنا به هنا. هنا الأمر بسيط لأن هاتان الوثيقة وهذا الملف عنوانيهما الحياة المدرسية، لكن هذه عنوانها دوكيم ومع ذلك أعطيت لنا كنتيجة البحث عن الحياة المدرسية. إذا سنقوم بفتحها لنبحث عن هل توجد بها كلمة الحياة المدرسية؟ طبعا إذا توجد بها كلمة الحياة المدرسية، إذا نفذ إلى داخل الوثيقة، وكذلك سنجرب هذه ثم هذه بصيغة الوورد طبعا ثم بصيغة إكسل. إذا مجرد احتواء أي من هذه الملفات على هذه الكلمة كلمة البحث سينفذ. لاحظوا إذا توجد كلمة الحياة المدرسية، إذا نذهب إلى إكسل سنجد نفس الأمر، إذا توجد كلمة الحياة المدرسية بملف الإكسل. إذا حيثما وجدت كلمة الحياة المدرسية في أي ملف ورقي أو ملف لتحرير النصوص على جهاز كمبيوتر إلا وسينفذ إليه برنامج الويندوز وسيستخرجه ويعطيك إياه كنتيجة للبحث. إذا كانت هذه هي الطريقة التي أحببت أن أتقاسمها معكم أيها الإخوة. أرجو أن تكون هذه المعلومة مفيدة، خاصة للإخوة الذين يعدون بحوثهم الأكاديمية أو بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على صعيد المملكة أو بالجامعات الوطنية. إذا هذه العملية ستساعدك على إيجاد وتجميع المراجع التي تساعدك والتي هي موجودة أصلا في حاسوبك والتي ستساعدك على إنجاز بحثك الخاص. كان ذلك كل ما أحببت أن أتقاسمه معكم. إذا ما وجدنا هذه المعلومة مفيدة لك، لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. دامت لكم الصحة والسعادة والحبور، وألقاكم في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.